أمس بليدة صفر. كانت مقر وباء هي اللي بدأت بليدة، وكان عدد كبير أمس صفر. إذن لو تقولي لي ولاية من الولايات لازم يكون تمر أسابيع وما نقدرش نزيد ننتظر ثاني أسابيع، نكون مأكدين باللي الولاية هذيك في عدد قليل ممكن نفتح في ولاية وننتظر في ولاية أخرى. لكن ما يزبش نغلط، اليوم ولاية فيها عدد كبير غدوة نقص، بعد أيام يعود يطلع. أنا نظر الاستقرار لازم يضم كل الولايات، إذا تحتم الأمر حسب الوضع، حسب ممكن بعض الولايات قبل الولايات، لكن القرار خارج على قطاع الصحة.